بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تتشرف بتنظيم الملتقى الأول للكون. القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل شيء في هذا الكون يسير بدقة متناهية، الإلكترونات في الذرة، الكواكب في المجرة، عقارب الساعة، سرعة الضوء، كلها تسير بإتقان، لتعلم الإنسان أن الإتقان مطلوب في كل شيء، والإتقان هو الجودة. استشعرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مسؤوليتها والمهمة الملقاة على عاتقها، فعملت في سباق مع الزمن، تصارع الظروف وتستثمر الفرص الثمينة لتنطلق في مسيرتها المباركة بدعم وتأييد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظهما الله، وبمتابعة من معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العنقري في طريق واضح المعالم لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها باعتبارها صرحاً شامخاً تنطلق من منارته العلمية أشعة العلوم والمعرفة لتشمل شريحة كبيرة من أبناء الوطن العزيز، لتعدهم ليصبحوا فرساناً في ميدان شرف بناء المملكة العربية السعودية. جاء إنشاء أوكاد الجامعة للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي، وذلك سعيا نحو توفير متطلبات التطبيق الفعال للجودة لجودة التعليم العالي من خلال ترسيخ الممارسات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وتحقيق التقويم والاعتماد وفقا للمعايير الاحترافية المعتمدة، والعمل على حفل الافتتاح. وبنهايتها تبدأ فعاليات الملتقى الأول لمسؤولي الجودة في الجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان الجودة مسؤولية الجميع. شكرا لكم جميعا، ونلتقي في مناسبات خير قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.